السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بيانفوني نوتر شين اوبورتونيتي بوغ يوسيغ. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب الفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو سي 2 من كتاب كوكليكو. اذا هذا الدرس غادي يكون ديال الغرامر، غادي نشوفوا فيه لابجيكتيف كاليفيكاتيف. اذا فهاد الدرس كما تشوفوا عندنا قلنا درس ديال الكرامير ديال لاجيكتيف كاليفيكاتيف. افون دو كومونسي سوليني لي غروب نومينون دون سيت فراز دو كوا سو كومبوزتيل. اذا قبل ما نبداو قلنا غادي نسطرو على لي غروب نومينو في هاد لي فراز هادو وغادي نقولوا مناش يتكونوا. اذا نبداو اي لافي توجور دو لا بان، اذا نسطرو على لا بان. اسورشير دو سون لي، اذا سون لي. مي ال بوندي ا لا فينيتر، اذا لا فينيتر. سو برونون لي بي، لي بي. دون سون ديزوردر، سون ديزوردر. سي كرايون اي سي بانسو. اذا كما شفتوا حنا سطرنا على هاد لي غروب نومينو، قالك لاش مناش مكونين. اذا كما تشوفوا مكونين ديتيرمينو اللي هما لا و سون و لا و لي و سون و سي و سي، اللي هما تما عندنا دي زارتيكل ديفيني و بلس دي ديتيرمينو بوسيسيف، ومكونين كذلك من نو. اذا كل وحده مكونه بديتيرمينو بلس نو. اذا هاد لي غروب نومينو مكونين بديتيرمينو بلس نو. نمشيو للجوسيرف اي جي لابور. C'était un petit monstre vert et poilu. Sa petite taille le rendait ridicule et ne faisait peur à personne. Il était laid, un bon petit monstre. Il avait des bras courts et des petits pieds ridicules. سؤال الأول قال كي المو أبورت دي بريسيزيون أو مو مونستر إي أو مو بي. إذا بالنسبة للمونستر شكون هو لو مول لي مول لي تيعطيونا دي بريسيزيون على هاد لو مو مونستر؟ هما أن بوتي مونستر فيغ إي بوالو. إذا عندنا بوتي و فيغ أو بوالو. وبالنسبة للبي عندنا في الأخر ديال الجمل ديال لافراز إي دي بي في آخر النص إي دي بوتي بي ريديكول. إذا عندنا بوتي و ريديكول. إذا هادو هما. إذا نحاولو نكتبو بالنسبة للمونستر عندنا بوتي و فيغ أو بوالو، بالنسبة للبي عندنا بوتي و ريديكول. بالنسبة للسؤال الثاني قالك دون لو تخوازيام غروب نومينال سوبريم لي مو. Dans le troisième groupe nominal, supprime les mots courts et ridicules. Le sens de la phrase change-t-il? Et dans radin haoulo supprime ou gouna dak court et ridicule. Et dans angoulo des bras et des petits pieds. Et dans ma tbeddelch le maana diel. Et dans ma machi mouchkil. Ma tbeddelch le maana. Et dans le sens de la deuxième phrase ne change pas. On supprime les mots petits et ridicules. Ma dit, tu peux dire le mot là, il y a le même sens. Hadouk les mots les زايدين الاولى هاد لي زابجيكتيف كاليفيكاتيف اللي حيدنا هادو تيعطيونا دي بريسيزيون، يعني تيحاولوا يوضحوا لنا اكثر. بالنسبه للسؤال الثالث كاين سي مو كي ابورت دي بريسيزيون ان نو سون دي زابجيكتيف كاليفيكاتيف سولينغ دوتر ادجيكتيف كاليفيكاتيف. نحاولوا نسطروا على بعض لي زابجيكتيف كاليفيكاتيف. اذا شفنا بوتي وشفنا فير او بوالو سا بوتي تاي. اذا انا بوتي تاي le rendait ridicule, un ridicule. Il ne faisait peur à personne. Il était laid, et dans un laid, un bon petit monstre, petit déjà ça se termine là. Hein? Ou un cadalic court déjà chenéa, hein? Ou petit cadalic chenéa hein? Ou ridicule avec estia chenéa. Et dans les deux, bah les adjectifs les gagnent nous rien quoi. Mais c'est le arabe quelque à quoi te serviront les mots que tu as soulignés si tu veux illustrer ce texte. Je l'ai acheté cela. Had les mots listés là, donc et dans oulah les adjectifs qualificatifs. Ces mots serviront à bien décrire le monstre. Et dans hadou tu vous fonna le monstre qui d'ailleurs had le monstre ada. Et dans ces mots serviront à bien décrire le monstre. Principal sual khams, quelqu'un remplace un monstre par une ogresse. Que remarques-tu? Et dans radin haoulo. نعوضو كنا مونستر باش بأوغريس. إذن غادي نقولو سيتي اون بوتيت أوغريس. إذن كان عندنا بوتي ولات بوتيت، بوتيت أوغريس. فيغت كانت عندنا فيغ ولات فيغت. إي بوالو، بوالو زدناها أو. إليتي ليد كيفاش تو ليد. إذن كما تتشوفو بأن تو لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف ساكورد أفيك لو نو أو فيمينام، حيت كان عندنا نو ماسكولا اللي هو لو مونستر، دابا ولات عندنا اون أوغريس اللي هي اللي هو ان نو فيمينا. اذا وقع عندنا لاكور. اذا هادو لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف ساكورد افيك لو نو او فيمينا. نمشيو للجوغوتيان. قالك لادجيكتيف كاليفيكاتيف اي تامو كي ابورت دي بريسيزيون او نو، بحال لا جوايوز فيت بوغين.
L'adjectif qualificatif peut être placé avant ou après le nom. ممكن يكون قبل ولا من بعد لو نو. Elle fait alors partie d'un de groupe nominal. هو تينتمي لو غروب نومينال بحال ان سبيكتاكل ايتونو ولا ان ايتونو سبيكتاكل. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom. اذا تيتاكوردا en genre et en nombre مع le nom. بحال ان فيلم اميزون اون سيري اميزونت. شتي فاش كان عندنا ان فيلم درنا اميزون فاش ولات عندنا اون سيري درنا اميزونت حيت عندنا فيمينال تما. دي فيلم اميزون اذا نشوف عندنا دي فيلم فاش درنا دي فيلم كان ان فيلم درنا دي فيلم زدناها اس ودي سيري كذلك زدناها اس. اذا نمشيو للتمارين. بالنسبه للتمرين الاول قالك ايكوت لي كوب نومينو اي روبير لي زادجكتيف كاليفيكاتيف. اذا نحاولوا نسطروا على لي زادجكتيف كاليفيكاتيف من بوتيت فيت فاميليال. اذا فين هما لي زادجكتيف كاليفيكاتيف؟ هما بوتيت وفاميليال. ان اغريابل سبيكتاكل اذا عندنا اغريابل. Une paisible soirée télévisée. Et on a paisible ou on a télévisée. Une soirée divertissante. On a divertissante. Un petit spectacle amusant. On a petit ou amusant. Et on a donc les adjectifs qualificatifs. On a un peu de groupe nominaux. Même si on a un petit souligner les adjectifs qualificatifs placés avant et le nom. On tourne ceux qui sont placés après. On a un petit les adjectifs déjà au premier le nom. ونحاول ندورو على اللي جاو من بعد من لونو. pour faire une bonne tarte اذا عندنا بون جات قبل من طارت نسطرو عليها. il faut de grosse عندنا غروس جات قبل من بوم دو غروس بوم وعندنا روج اللي جات من بعد اذا غادي ندورو عليها. pour la fête des mères je suis allé dans la petite boutique اذا عندنا petite نسطرو عليها قبل من boutique du quartier j'ai acheté un magnifique vase اذا magnifique جات قبل من vase اذا نسطرو عليها. Une jolie jupe, un joli jet de jupe, un stralia, ou noir jet de le nom de la jupe, et un endroit. Je vous dis par la forme de l'adjectif qui ne convient pas. Un anniversaire joyeux ou la joyeuse, et un joyeux, un droit à la joyeuse. Une robe blanche, et un droit à la blanc. Une feuille verte, un droit à la vert. Un pantalon court, un droit à la courte. Une crème délicieuse, un droit à la délicieuse. دي ميوزيسيان سامباتيك اذا افيك اس نضربوا على سامباتيك اللي ما عندهاش اس. اونغيشي شاك غروب نومينال افيك ان ادجيكتيف دو طون شوا غادي نحاولوا نزيدوا ان ادجيكتيف من لو شوا ديالنا. اون كيرميس ممكن نقولوا اون كيرميس انويال. دي سبيكتاكل اكسترا اوردينير لي سبيكتاتور اكتيف اون سيريموني religieuse. إذن هذا هو الدرس ديالنا كان. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس ديال هذا الادجكتيف كاليفيكاتيف وعرفتوا بان الادجكتيف كاليفيكاتيف شنو علاش تيصلح هو باش يعطينا دي بريزيزيون على لو نو وتنستعملوه غالبا في الوصف. إذن نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابع قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو. اكيد الى عجبكم اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموه في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لا بواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.